استنادا لتوصيات الوزاره الوصيه ومنذ بدايه شهر اكتوبر قامت مديريه الصحه والسكان باصداء تعليمات لكافه الوزراء والمؤسسات العموميه الاستشفائيه والصحيه بتنظيم حملات تحسيسيه وتوعويه على مستوى جميع المؤسسات خاصه بضروره الكشف المبكر عن سرطان الثدي لفائده المواطنات. رانا جندنا كل الظروف المواتيه لانجاح جميع الحملات الخاصه بالكشف عن سرطان الثدي. عن طريق هذه الحملات التحسيسيه نقدروا نقيسوا المراه ونوصلوا لها المعلومه باللي كل ما يكون التشخيص تاعها مبكر، كل ما العلاج يكون مبكر، وكل ما واش نقدروا ندوا لها احتمالات للعلاج يكون كبير. باسكو لازم تعرفوا باللي هذا المرض راهو عادي يقيس عندنا احنا المراه الصغيره، ما بقاش كيما في ليترونجي يقيس المراه اللي راهي متقدمه في العمر. احنا طونك دي ستوديون طون ميدسين هذه العمليه وهذا اليوم يساعدنا بزاف انه نتعلموا بزاف حوايج مع الاطباء المختصين، او ميم طون نديروا دي سونسيبيزاسيون افيك لي فام حول الكشف المبكر على سرطان الثدي.